جميل. يعني صراحة قمة سعادتي لما استضيف مصور فنان محترف معي في البرنامج. لازم استغله, لازم اسوي جلسة التصوير قبل ما نبدأ الحوار. ففعلا لما نشوف ولما تقدر انك تحول الظروف الجديدة في حياتك الى مساحة لممارسة هذه الهواية, اتوقع مو كلنا نقدر نطبق هذه المعادلة. بس ضيفنا ما شاء الله تبارك الله طبقها من فترة تواجده في بريطانيا, اصبحت الكاميرا صديقة الدائم ولكن على طريقته الخاصة. راح نتعرف على اسرار التصوير مع الفنان محمد المالكي. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا فيك. اول شيء اشكرك على الصور الاكثر من رائعة اللي اخذت لي اياها. حق واجب. شكرا سهلين. لك, يعطيك العافية. وودنا نعرف في البداية ايش قصتك مع التصوير الشارع. اقدر اقول شفت اغلب صورك تحب انك تقتنص وجيه الناس وابتسامات الناس في الشارع, شو القصة؟ طبعا تصوير الشارع حياة, تصوير الشارع حياة, يعني بحيث انه لما انزل الشارع في كثير ناس اشوفهم قدامي يمشون, اللي تعبان, اللي راجع من الدوام. هذه يعني فرصة حلوة انه انا قاعد القط هذه الصورة الجميلة, لانه ايش, انا قاعد القط صور جميلة عشان اوري الناس هذه حياة الشارع, اسلوب شارع. ويمكن اغلب الصور اللي انتشرت لك وشفناها كانت اكثر شيء في موسم الرياض, فعيشنا الطريقه اللي كنت تاخذ فيها هذه الصور. ودائما انا اقول فعلا ان الصور العفويه هي الصور الجميله في عين كل شخص. طبعا موسم الرياض اكيد الناس لما تجي موسم الرياض اكيد الناس كلهم مستانسين مبسوطين. ليش؟ لانه الناس موسم الرياض طبيعي انه يكون اي انسان يروح له يكون مبسوط. فأنا بدوري هنا كمصور يعني أبي أوري الناس سعادة, السعادة اللي هم عايشينها بموسم الرياض. يعني يعني هذا جاي من هنا أشوف الصورة يعني زي ما تشوفون, يعني هذه بحد ذاتها بالنسبة لي شيء جميل وشيء كبير. ليش؟ لأنه صورة عفوية. ويمكن بتصير معك مثلا محمد مواقف, خصوصا انك انت بتحاول تصور الناس في الشارع, مو كل الناس ممكن يوافقوا انك تصورهم مثلا. هل انت بتحاول انك تهدي هذا الشخص الصوره بعد ما تصورها, او مثلا هل بيمانعوا في النشر, او انه يعني بتصير معك مواقف عاديه جدا؟ بموسم الرياض صراحه يعني كل الناس اللي انا صورتهم ما حد يعني عارض لي او يقول لي لا تنشر الصوره. كل الناس يقول يلا انشرها عادي, عطني الصوره. جميع الصور يعني حتى الناس اللي انا صورتهم كلها يعني اعطيهم الصور بشكل مجاني او بشكل فري, يعني ما يعني زي ما تقولين هذه هديه الموسم. صراحه ما شاء الله تبارك الله, ما شاء الله تبارك الله, صورك اكثر من رائعه. واعرف السر, لاني على قد ما حاولت اصور نفسي ما تطلع الصور كذا, وحتى لما اسافر احاول اني احترف التصوير اطلع صور خياليه عشان تجذب المتابعين, ما تطلع بالاحتراف ذا. فبعرف ايش سر المهنه وايش سرك في التصوير يا محمد. طبيعي يعني لما انت بتصور شيء فهذا لازم تكون انت ممارس لهذا الشيء. يعني حتى بالجوال لما تقدر تصور بالجوال صور حلوه جدا. حتى بالكاميرا لما انت يعني في ناس كثير اعرفهم عندهم كاميرات بس ما يستخدمونها. ليش؟ حرام. يعني في ناس يعني تستخدم الكاميرا ف ايش ياخذها ويرميها. لازم يكون اللي يبي يصور لازم يمارس. لازم يعني ايوه الممارسه هذه تعتمد عليها التصوير, يعتمد على الممارسه.
فطبيعي انه يكون مو الزوايا مثلا الاضاءه مع الممارسه راح تجي الزوايا راح تجي الصور اللقطه الحلوه هي يعني مع الممارسه طبيعي حتى يعني لما تبي تعرف او تعرف زوايا او تتعلم التصوير لازم تغذي بصرك لازم تتابع مصورين يعني سواء محترفين سواء مبتدئين ليش لانه انت بتشوف جميع الزوايا انت بتشوف يعني نظرات مصورين كثيره فطبيعي يعني انت يعني راح يخليك هذا يعني تطلع بصور حلوه صح يعني إيه فهذه هي يعني ستيب باي ستيب فعلا التغذيه البصريه مهمه جدا طيب إيه؟ غير الوجوه والناس اللي في الشارع ايش اللي ممكن يحفز شغفك اكثر للتصوير طبيعي في لما كنت ببريطانيا طبيعي الطالب لما يكون مبتعث او شيء يشعر بالهومسك او يعني يشعر الحنيه لاهله ولاصحابه بالغربه بالضبط ف انا لما كنت احس بالهومسك اشيل الكاميرا اطلع اصور حلو ليش لان هذا يغير من نفسيتي يعني لما اطلع انا بكاميرتي وقاعد اصور هذا يغير نفسيتي انا احس بشعور رهيب احس بشعور السعاده يعني حتى لو ما لقيت صوره حلوه انا بطبيعتي خلاص انا طلعت اصور خلاص هذا يغير من نفسيتي اي زي متنفس بالضبط. مثلا ما يعني خلاص انا حلو. طفشان خلاص انا اطلع اصور بالضبط هذه يعني انا اشوفها صراحه حافز لي وشيء كبير بالنسبه لي طب انت ما شاء الله تبارك الله عليك محمد اليوم تمتلك يعني معدات جيده في هذه الهوايه فين وصلت في هذا الاحتراف اللهم لك الحمد انا الان بشركه رعد ايجنسي مدير التصوير ما شاء الله فانا الحين انا قاعد ارتب على تيم بحيث انه خلاص لما يكون عندي شغل بالرياض عندي تيم موجود لما يكون عندي شغل بجيزان عندي تيم موجود بجده نفس الكلام يعني اللهم لك الحمد هذا فضل الله ثم فضل مدير شركة رعد ايجنسي الله يعطيه العافية إن شاء الله وانت تستاهل الله يعطيك أكيد العافية هذا شيء مبدع ما شاء الله تبارك الله عليك محمد لا ضبطت اليوم وانا بضبطك طول الحلقة الله يعطيك العافية والله الصراحة اليوم طلعت بصور اشوف انا لو ما صورت الصور هذه انا اكتفي انا اليوم بروح السيتي ووك بموسم جدة ما راح اصور انا اكتفي بالصوره هذه لا ان شاء الله بنتصور اكثر بعد الحلقه ترى احب انا الصور العفويه اكثر يعني هذه انا عارفه انك قاعده تصورني بس احس الصور العفويه اللي يصوروني الناس او يصوروا في الشارع الناس ومو عارفين تطلع صور معبره اكثر وحلو انك انت ماخذ هذا الثيم فاستمر عليه فعلا راح نشوف صور اكثر من رائعه ولكن اليوم كلنا ما شاء الله تبارك الله مصورين بشكل أو بآخر كلنا عندنا كاميرا جوال عندنا مواقع في التواصل الاجتماعي مثلا نحب ننشر صورنا دائما ولكن نحتاج نعرف منك نصايح مهمة جدا للتصوير الجيد شو تقول لنا زي ما قلت قدام شوي هو لازم أنت تغذي بصرك يعني بالسوشيال ميديا كثير مصورين صح فأنت لازم تتابع هذا المصور الفلاني جذبك المصور هذا تابع المصور هذا حاول تبدأ تسوي كم صورة زيه طبيعي خلاص أنت يعني تلقائيا أنت راح تتبرمج تطلع صور من راسك يعني بتطلع أفكار جديدة يعني في البداية عادي نقلد عادي يعني إذا جيت بصور بالجوال مثلا هذه الدراجة الزينة الموجودة هنا فعادي أصورها يعني أنا أكيد حصورها بنظرة وأنت بتصورها في نظرة أنت طبيعي. قول لي كيف إيش نظرتك بالضبط لهذه الزاوية فقول لي كيف ممكن نصور هي طبيعي جوالك يعني أي جوال فيه خاصية بورتري وفيه خاصية العادية البورتري هذه أجمل شيء ممكن تصور فيه البورتري صح واضح جدا أجمل شيء ممكن تصور فيه شيء قريب أو كوجه أو شخصية تطلع لك الصور جميلة جدا هذه هي بالجوال بس بالنسبة للكاميرا طبيعي لازم أنك تتابع إيش شروحات تصوير خاصة بال يعني طبعا التصوير بحر تصوير بحر فيه تصوير سينمائي تصوير بورتريه تصوير طبيعي ايش رايك طيب في الصوره اللي صورتها الحين جميله وين الاخطاء طيب ما في اخطاء يعني ممكن بس لو صورتي من الجنب ممكن تطلع لك الصوره احلى من الجنب بتكون الصوره احلى هي نظرات المصورين هي يعني نظره يعني نقدر نقول اللقطات دائما تختلف من العين نظره الشخص كيف بيشوف الشيء اللي قدامه فيلقط الصوره بالضبط. المناسبه صح والله اتفق معك طب ما في نصايح ثانيه مهمه ممكن نعرفها لازم تتعلم مني ما تعطي دورات
من جد يعني محمد، اذا انت ما شاء الله بهذا الاحتراف، ما تفكر انك تعطي دورات الشباب اللي حابين انهم يحترفوا هذا المجال؟ صراحة يعني انا افكر انه اعطي دورات، بس انا احتاج برضو الى دورات. يعني انا ما وصلت الى مرحله خلاص انا التوب، لا انا باقي. اي انا احتاج الى دورات، احتاج اني يعني باقي يعني ما وصلت المرحله انه انا خلاص لازم اسوي دورات. بالعكس يعني ليش؟ لانه انا لما اسوي دوره ابي يطلع الشخص هذا من الدوره وهو توب خلاص. يعني ليش؟ لان هذه اسلوب الدورات يعني. ما ابي خلاص انا بسوي دوره يلا، حتى لو اساسيات بسيطه. اي الاساسيات هذه تقدر تتعلمها من يوتيوب. صح صح. اي بالضبط. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسعدك. طيب من كل مواقع التواصل اللي بتستخدمها، وين حسيت المنصه اللي وصلتك اسرع للجمهور وبديت تشوف صورك منتشره في كل مكان فيها؟ طبيعي انه تيك توك هو اقوى شيء، لان انا يعني قبل بدايه موسم الرياض ما كان عندي حساب تيك توك، ما كان عندي. فتحت باكتوبر عادي، ترى انا ما عندي الى الان. اي هو طبيعي يعني التيك توك يظهرك للعالم بشكل اسرع على حسب محتواك. يعني انا يوم وليله كذا متربع بالاكسبلور. ما شاء الله تبارك الله. من اكتوبر الى الان يعني، من اكتوبر الى الان تقريبا 110 او 112 الف. ما شاء الله تبارك الله، والله حلو. يعني تنصحني افتح حساب تيك توك؟ الى الان مو مقتنعه، بس قاعد افكر بالموضوع. هو على حسب المحتوى اللي تقدمه. يعني اذا عندك شغف بالمحتوى اللي انت تقدمه راح تتقدم، راح يعني تطور مستواك حبه حبه الين توصل. جميل جدا. فكر افتح برنامج في التيك توك ان شاء الله. نفتح ساعه شباب في التيك توك. لازم ننزله في التيك توك، خلاص هذا اللي باقي. شكرا لك محمد، نورتنا وشرفتنا، يعطيك العافيه. اتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. توفقنا وياك ان شاء الله. والله كان لي الشرف الطبيعي انه اتواجد معكم هنا. بالعكس احنا لنا الشرف، تستاهل اكثر. شكرا. اهلا وسهلا. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل. الافكار المبتكره، طريقه رواد الاعمال في تقديم نسخ مطوره من مشاريعهم التجاريه.